حسن، قوم يا حسن. حسن. نعم. في واحد جاي أجر الشقة بره، قوم اتكلم معاه. قولي له يجي بكرة، أنا مش عايز أتكلم مع حد ولا أقابل حد. قوم اقعد مع الراجل لغاية ما أعمل لكم الشاي. قوم يا حسن، عيب كده. حاضر 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 حاضر. اتفضل الشاي. يزيد فضلك يا فندم. أنا عرفت من الوالدة إن الشقة هتوضى الشهر اللي جاي، وفي الحقيقة أنا جاي عشان عاوز أجرها. أوكي، مبروك. باشمهندس حسن ما اتكلمناش في التفاصيل. الشقة ب 2000 جنيه في الشهر وبتدفع شهر تأمين، ده اللي أنا أعرفه. باشمهندس حسن، هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ باشمهندس حسن، هبقى بشتغل إيه؟ عندي ميكروباص. وكمان دمك خفيف. لا انا اقصد يعني تخصصك ايه في الهندسه؟ مهندس طيران. انا مهندس طيران بس حاليا ما بشتغلش. ليه؟ ظروف. تقدر تقول كده ان انا يعني خليه بره، خليه بره عشان صوتي يبقى واضح وهو بيتسجل. بس انت بقى هتسجل ان الشقه ب 2000 جنيه في الشهر ولا هتسجل لي ان انا مهندس طيران؟ لا في الحقيقه عشان انا انت دكتور غبي. ايه؟ هي تقول لي روح لدكتور نفساني فانا ارفض، فتجيب لي الدكتور لحد هنا على انه واحد جاي ياجر الشقه، الشقه اللي انت ما اتكلمتش عنها قد ما اتكلمت عني. يا باشمهندس انت فاهم غلط. انت اللي غبائك صور لك انك ممكن تضحك عليا، بس انت ما بتعرفش تضحك على حد لانك مفضوح. طريقتك بايخه ونظراتك ليا بايخه، انت مش انت بتبص لي على اني واحد عيان، ها؟ مش واحد جاي ياجر الشقه. هي ما قالتلكش ان انا عمري ما قعدت مع حد علشان ياجر الشقه؟ اتفضل من هنا لو سمحت، اتفضل امشي، اتفضل اتفضل. ايه يا حسن بتزعق كده ليه؟ كويس انك جيت يا بابا، تعالى شوف ماما وتصرفاتها. جايبه لي دكتور نفساني يعالجني وبتقولي عليه واحد جاي اجر الشقه، بتستغباني. هي يا امك دايما كده، ما تجيش دغري ابدا. وحتى الدكتور اللي جاي يعالجك يبتدي علاجه بانه يخدعك. يعالجني من ايه يا بابا؟ انا مش عيان. انت فاكراني اتجننت وجايبه لي دكتور نفساني؟ ان كنت فاهم ان هم مشوني من الشغل علشان كده تبقى غلطانه. انا سبت شغل بمزاجي علشان انا عاقل مش مجنون. كفاية بقى، حرام عليك، انت عايز تموت وتموتني جنبك. انا كمان نفسي يبقى كفاية. انا مش عارف انتوا شايفيني عاقل ولا شايفيني مجنون. انتوا ساكتين ليه؟ محد يرد. ما ترد عليها بابا اقول لها انتوا شايفيني عاقل ولا شايفيني مجنون. كفاية بقى يا حسن، حرام عليك، سيب ابوك في حاله بقى. انا بسأله. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. اسكتي. ابوك مات، تقدر تقولي هو فين؟ اسكتي. هو فين؟ اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. لا مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي بقى. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. انت ليه ما بتردش؟ ابوك مات يا حسن. بصيت وشفت نفسك في المراية بكيت، جواك سؤال تصرخ تقول أنا مين؟ أنا مين؟ أنا زي ما أنا ولا اتقسمت اتنين؟ وبعدين قولي اللي في المراية، فهمني
حد غمى عيني على السلامة. مش عاوزين نشوفك هنا تاني ولو اننا حبيناك. انا كده خلاص بقى يا دكتور، مش هرجع اشوف الناس اللي انا بحبهم تاني صح؟ ليه؟ ما والدتك موجودة. والدتي في الحالتين موجودة. بص يا باشمهندس حسن، اهم من العلاج والادوية والجلسات انك عرفت مرضك وتغلبت عليه، وانا واثق انه لو ظهر تاني برضه هتقدر تتغلب عليه ان شاء الله. هو بس انا كنت عايز اسال سؤال كده يا دكتور، هو لو انا بطلت الادويه وما خدتهاش يعني ممكن يحصل ايه؟ ولا حاجه، التهيؤات هترجع لك من تاني، ويا عالم بقى مين اللي هيطلع لك المره دي. ربنا يستر. ماشي، مع السلامه. Nice to meet you.